بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الحفل الكريم، ومن يشاهد هذا الحفل عبر الشاشة، أهلا بكم في مساء مبهج نحتفي فيه بباكورة ثمار الجامعة السعودية الإلكترونية بتخريج الدفعة الأولى من طلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال. هذا الصرح العملاق الذي يقدم اليوم تعليماً مختلفاً، وهو التعليم المدمج الذي أتى ليوفر الجهد والمال والتنقل ويؤكد على غرس المحاسبة الذاتية وتحمل المسؤولية. آيات من القرآن الكريم نبدأ بها حفلنا هذا، يتلوها القارئ محمد بن علي المجحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اليوم تزف الجامعة نماذج نوعية من الخريجين القياديين في قطاعاتهم الحكومية والخاصة ليشهدوا على تفرد الجامعة السعودية الإلكترونية بنمط مختلف في التعليم. يتفضل الآن سعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى لإلقاء كلمة الجامعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وراعي حفلنا هذا المساء حفظه الله ورعاه، صاحب المعالي الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم حفظه الله، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي والسعادة، أبنائي الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبالأمس القريب صدرت موافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله على إنشاء هذه الجامعة كمؤسسة تعليمية حكومية
تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياة، ومنذ ذلك الأمس والجامعة السعودية الإلكترونية تخطو خطوات في لبنات التشييد والبناء لتكون رائدة في مجال التعلم والتعليم الإلكتروني. وتتبنى الجامعة نظام التعليم المدمج Blended Learning الذي يمزج بين التعليم التقليدي مع تقنيات التعليم والتعلم عن بعد، لتحقق رؤية وزارة التعليم من خلال تعليم أقل وتعلم أكثر. صاحب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، واليوم الجامعة السعودية الإلكترونية بفروعها العشرة والمتوزعة جغرافياً عبر مناطق المملكة المختلفة في جازان وعسير جنوباً، والجوف وتبوك شمالاً، والمدينة المنورة وجدة والطائف غرباً، والدمام شرقاً، والرياض والقصيم وسطاً، وتضم 4 كليات وتمنح درجات علمية في برامج وتخصصات متوائمة مع احتياجات سوق العمل وملبية لمتطلبات التنمية، وتضم في هذا اليوم أكثر من 400 طالب وطالبة في درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال والأمن المعلوماتي وإدارة الرعاية الصحية بالتعاون مع جامعة كولورادو ستيت وجامعة فلوريدا انستيتيوت اوف تكنولوجي وجامعة فرانكلين يونيفرسيتي وجامعة أوهايو. كما تضم الجامعة أكثر من 10,000 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس في تخصص المحاسبة والتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات الصحية والقانون والتعليم الإلكتروني. صاحب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، ونحن في هذه الليلة نقف أمام باكورة غرس وخطط القيادة الرشيدة الطموحة في مواصلة العطاء والبناء لوطننا الغالي من لدن مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، فلهم منا الشكر والتقدير والولاء والسمع والطاعة. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ونحن نقدم الشكر والتقدير لسموكم الكريم على ما غمرتم به الجامعة السعودية الإلكترونية من دعمكم المتواصل لمواصلة مسيرتها وتحقيق رؤيتها، وكان منكم موافقتكم تشريفكم حفل تخريج طلاب الدفعة الأولى من طلاب الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، والذي يدفع الجامعة لتعزيز خطواتها للمشاركة في صنع شباب المملكة العربية السعودية. كما تتقدم الجامعة بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور عزام الدخير وزير التعليم بجزيل الشكر والعرفان لما يقدمه من دعم خاص ومتابعة دائمة لتسهيل مهمة الجامعة في أداء رسالتها والوفاء بالتزامها أمام حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ورعاية مبادراتها النوعية، فله منا الشكر أوفره والدعاء أخلصه. أبنائي الخريجين، أتقدم لكم بالتهنئة الخالصة لكم ولوالديكم وأبنائكم ولكل من وقف خلفكم للوصول لهذا الإنجاز، كما أتقدم بالشكر والتقدير لكم على ما بذلتموه من جهد وتفاعل أثناء مسيرتكم العلمية وتجاوبكم مع أسلوب ونظام الجامعة الإلكترونية المختلف عن نظيراتها من الجامعات الحكومية. أبنائي وبنات الطلاب والطالبات، أنتم مستقبل هذا الوطن، انهلوا من العلم أميزة واثبتوا أنكم
وأثبتوا أنكم على قدر طموح القيادة الرشيدة، وأسهموا في إكمال مسيرة البناء في وطننا الغالي، وكونوا على قدر المسؤولية في مواصلة التحصيل العلمي، لنفرح بكم وبتخرجكم من هذه الجامعة في العام القادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة مديرة جامعة كولورادو الحكومية أحد شركاء الجامعة. It is a great honor and a privilege for me to be with you tonight. I am the president of My name is Dr. Becky Takeda Tinker, and I am the president of Colorado State University Global Campus. On behalf of CSU Global faculty and staff, I would like to congratulate the first graduating class of MBA students from Saudi Electronic University. Several years ago, CSU Global entered its journey with SCU to create an innovative program that leveraged the best of online adult learning with SCU's on-the-ground intensive instruction. This collaborative program has now culminated in the enrollment and engagement of over 300 students, and 15 of you are being honored today as SCU's first MBA graduates. To the graduates, we at CSU Global have appreciated your engagement in the SCU program and your strong demonstration of academic and workplace skills and knowledge. Importantly, we have valued your unique worldviews, which have enriched the learning experience for all of us. With the valuable blend of diverse perspectives, the interplay between virtual and face-to-face instruction, and the global foundation of your coursework, your MBA program represents a rich context that vastly supersedes just academic content. Rather, your degree exemplifies the future of our world, which demands inclusiveness, virtual work skills, a worldwide lens, and workplace-focused skills. Who better to hire for an uncertain global and accountability-driven workplace but an SCU MBA graduate? The future is bright and vast for individuals who possess your experience and credentials, and we at CSU Global eagerly await the future reports of your impact. SCU graduates, we have high hopes for your workplace success, your national power, and your global leadership. Congratulations on the completion of your master's degree and the beginning of your next journey into the future. نشاهد الآن عرضاً مرئياً يحكي قصة الجامعة السعودية الإلكترونية. وسوف يستمر التحديث وفقاً لما يشهده مجتمعنا من تقدم وما يتفق مع الثوابت الدينية والقيم الاجتماعية ويحفظ الحقوق لكافة فئات المجتمع. مستقبل التعليم الواعد لابد أن يكون متفرداً يناسب كل متعلم على حدة. تطبيقياً تعلم عن طريق الممارسة. شهدت العشر السنوات الماضية نهضة تعليمية كبيرة في المملكة العربية السعودية لسد الاحتياجات التنموية الوطنية في ظل ما يشهده التعليم في دول العالم من تحديات كبيرة لمواكبة التطور التقني وتدفق المعلوماتية. فكان إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية كمؤسسة تعليمية حكومية مكملة لمنظومة المؤسسات التعليمية في وزارة التعليم تمنح درجة البكالوريوس والماجستير، تنتهج أسلوباً أكاديمياً يكفل الإعداد الأمثل ويسهم في بناء اقتصاد المعرفة. تعتمد الجامعة أسلوباً فريداً من نوعه وهو التعليم المدمج الذي يدمج بين الحضور المباشر للجامعة وبين الحضور عن طريق التقنية والتفاعل مع الأدوات التعليمية، والذي يوفر الوقت والجهد والمال. الجامعة السعودية الإلكترونية جاءت لتلبي رغبة من يرغب التعلم وليس من يرغب الشهادة. واستكمالاً لسلسلة التعاون مع الجامعات، قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بافتتاح فروع لها في الدمام وجازان والطائف وتبوك وجدة والمدينة والقصيم والجوف وأبها، ووصل عدد المقيدين في الجامعة
إلى أكثر من 10,097 طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس، وأكثر من 300 طالب في مرحلة الماجستير، يتوزعون على تخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل مثل التجارة الإلكترونية والمحاسبة وتقنية المعلومات والمعلوماتية الصحية والإعلام الإلكتروني، وكذلك برامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA وأمن المعلومات وإدارة الرعاية الصحية بالتعاون مع جامعة كولورادو الحكومية. وفي بادرة ريادية للجامعة أنشئ قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبدعم من وزارة التعليم تم تدشين برنامج العربية على الإنترنت واختبار اللغة العربية المعياري. تسعى الجامعة السعودية الإلكترونية بشكل دؤوب للتطوير وتحقيق المزيد من الشراكات الاستراتيجية، وتحقق ذلك من خلال الشراكة مع جامعة فرانكلين وجامعة أوهايو وجامعة ولاية كولورادو ومعهد فلوريدا للتكنولوجيا ومعهد إنجليش فيرست وشركة بلاك بورد والمكتبة الرقمية السعودية للوصول إلى أعلى مستويات النجاح ولتقديم أفضل الخدمات التعليمية ومواكبة المستجدات وتحقيق مخرجات عالمية تسهم في بناء الوطن. كما اهتمت الجامعة بجانب المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم برامج الجمعيات الخيرية وعمل شراكة مع كل من جمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان، وجمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير إباء. واليوم تحتفل الجامعة بمناسبتين عزيزتين، الأولى هي تشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن بندر ابن عبد العزيز لرعايته حفل تخريج طلابها الأول، والثانية هي احتفالها بأول دفعة من أبنائها الخريجين. الجامعة قربت لنا كطلاب التعليم العالمي من خلال التعليم المدمج. الجامعة لم تقدم فقط الشهادة، قدمت لي المهارات والمعارف والقيم. فرصة للمجتمع السعودي أنه يحصل هالنوع المميز من التعليم اللي ممكن أنه الواحد يفتخر فيه لما يطلع في سوق العمل ويقول أنا خريج الجامعة السعودية الإلكترونية يعني. ختاماً، تتقدم الجامعة السعودية الإلكترونية بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أدام الله على وطننا نعم الأمن والأمان. كلمة المحتفى بهم في هذه الليلة يلقيها الطالب فراس بن عبد الله الفراس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. وبعد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، معالي الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم، أصحاب الفضيلة والمعالي، أصحاب السعادة، آبائي الكرام، أمهاتي الغاليات، أساتذتي الأفاضل، إخواني الطلاب، أيها الحفل الكريم، أبدأ فأحييكم بتحية الرضوان
تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذا المقام أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وزملائي الخريجين من أفاخر بهم وبكوني منهم، أن أسمعكم حروف فرحتنا وأن ألقي عليكم كلمة تخرجنا، فإنه لمن دواعي السرور والغبطة في هذا اليوم المبارك أن ننال نحن الدفعة الأولى من برنامج الماجستير في الجامعة السعودية الإلكترونية شرف اللقاء بسموكم الكريم واستلام شهادات التخرج من يدكم الكريمة. ولا يخفى أن رعايتكم يا صاحب السمو تجسد الرعاية الكريمة التي يحظى بها العلم وطلابه. صاحب السمو، شعور لا يوصف وسعادة غامرة ونحن نراكم، وهذه النخبة المميزة من أبناء مجتمعنا تشاركنا فرحتنا. إنها إشراقة أمل في ظل عطاء، كيف لا، والعطاء كل العطاء يتجسد في قائد هذه المسيرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي العهد، والذي نعلن من هذا المنبر مبايعتنا لهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. صاحب السمو، في هذه الجامعة تلقينا تعليماً مختلفاً عما يدور في أروقة الجامعات، حيث كنا نمارس عملية التعلم والتدرب من خلال أسلوب التعليم المدمج الذي يدمج بين الحضور المباشر وبين الحضور عن طريق التقنية باستخدام تقنيات متطورة. وهذا النوع من التعليم وفر الكثير من الوقت والجهد والمال متخطياً حواجز الزمان والمكان، حيث يتيح للطالب في أرض الوطن ما هو متاح للطالب في الولايات المتحدة الأمريكية وفق أعلى معايير الجودة، وكل هذا من خلال إنشاء العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تسهم بفعالية في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة وإيصال رسالة المملكة الحضارية إلى العالم، وتتميز بمرونتها وجودة مخرجاتها وتلبية حاجات سوق العمل. وكان لهذا البرنامج أثر إيجابي انعكس علينا كموظفين من حيث الحصول على ترقيات وفرص عمل أفضل، وفي هذا دلالة واضحة بأن الجامعة السعودية الإلكترونية تقدم تعليماً نوعياً وأثراً فورياً. إخواني الخريجين، لنقف صفاً واحداً ولنقل بلسان واحد إن أولى وأول من نشكر ولا نشكر معه أحد سواه، وأحق من نثني عليه هو الله سبحانه جل في علاه، فربنا لك الحمد، أنت أهل الثناء والمجد. ثم إلى كل الأمهات والآباء، ها نحن صنيعكم، ها نحن حصاد أيديكم الكريمة، بارك الله في الغرس فأينع فسلمت أياديكم لنا أجمع، أطال الله أعماركم على طاعته وزينها ببركم. وفي الختام أجدد شكري وتقديري باسمي ونيابة عن إخواني الخريجين لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض على تشريفه حفلنا وتكريمه لنا هذه الليلة نحن وابناؤه الطلاب. والشكر الجزيل موصول أيضا لمعالي الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزير التعليم، ولجامعتنا الحبيبة ومنسوبيها، ولجميع أهلنا، ولجميع الحضور الكريم، والحمد لله على نعمائه، والشكر له على جميل تقبله وإحسانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع كلمة لراعي هذا الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب المعالي وزير التعليم، صاحب المعالي مدير الجامعة، الإخوة والأخوات، إخواني الكرام الأعزاء من الطلبة،
الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني سعيد في هذا المساء الجميل الجميل في معانيه الكثيرة، حيث نتواجد في ركن من أركان هذه الدولة، ألا وهو وزارة التعليم. وما بالك بالتعليم، فإن التعليم هو الأساس وهو المنطلق للإنسان وللأوطان. وجودنا هذا المساء في هذه الوزارة وفي هذه القاعة نحتفي ونحتفل بالدفعة الأولى من خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية التي بنيت على أسس علمية واضحة وسليمة، وستكون بإذن الله منطلق إشعاع للعلم والمعرفة في وطننا العزيز المملكة العربية السعودية. إن وجود هذه الجامعة بتخصصاتها وتواصلها المستمر مع الجامعات الأخرى في العالم له دلالة واضحة على مكانة هذه البلاد وأهلها، واهتمام من الدولة رعاها الله بأبنائها وبناتها في هذا الوطن الذي يشاد على منهج سليم وفقا للشريعة الإسلامية الصحيحة والسليمة. إن هذه القيادة التي ننعم برعايتها لنا وتوجيهها لنا وتسخيرها لكل غال ونفيس لخدمة أبناء هذا الوطن لا هي قيادة يحق لها أن يفخر أبناء الوطن بها وأن يعتز وأن يدعو لها دائما بالتوفيق والسداد. إن الوطن أيها الإخوة يتجلى كل يوم فيه شيء جديد، وهذه الجامعة جديدة في منهجها، جديدة في عطائها، جديدة في تخصصاتها، وستكون بإذن الله مخرجاتها جديدة على وطننا وعلى جميع العالم الذي يستفيد من هذه الجامعة وأبنائها. إن حفلنا هذا المساء له لون وطعم ورائحة تختلف عن المناسبات الأخرى، لأنه يخرج دفعة جديدة من أبناء هذا الوطن في تخصصات قد تكون من الصعوبة بمكان، لكن على أبناء هذا الوطن لا تصعب بإذن الله، حيث هناك رجال يقفون ويدعمون هذه المسيرة، وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يقدم لهذا الوطن وأبنائه كل خير وكل رعاية، يعينه في ذلك سمو ولي عهد الأمين وسمو ولي العهد الذين نرجو لهم التوفيق والسداد ليكملوا المسيرة مع المليك المفدى، حفظكم الله أيها الإخوة، وأرجو لكم دوام التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استلام الخريجين لشهاداتهم من راعي هذا الحفل صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز. ماجد محمد الشهراني،
سلطان عمر بغدادي. ميثم سعدي البقشي. سالم سعيد باسلامة. ماجد مبارك بادغيش. فراس ابن عبد الله الفراس. يوسف محمد بن محفوظ. طارق عبد الله الغامدي. عبد العزيز سلطان السلطان. معاذ ابراهيم حمادي. جاسم هارون الهارون. سامي علي العمري. محمد مسفر القحطاني. أكثم أديب فيومي. عبد الله منصور البوعلي. صاحب السمو، نستأذن سموكم الكريم بتقديم درع باسم الجامعة السعودية الإلكترونية تقديرا وعرفانا لجهودكم ودعمكم، يقدمه بالنيابة عن منسوبي الجامعة معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد أدخيل. معالي وزير التعليم، تتقدم الجامعة الإلكترونية بالشكر الجزيل على جهودكم الملموسة للرقي بالتعليم ودعم الجامعات السعودية والجامعة السعودية الإلكترونية بشكل خاص، ويطيب لها أن تقدم لمعاليكم درعاً باسم الجامعة السعودية الإلكترونية. كما يطيب للجامعة السعودية الإلكترونية أن تستأذن سموكم الكريم بصورة تذكارية لكم مع المحتفى بهم في هذه الليلة.
في الختام شكرا لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير الرياض لرعايته وحضوره هذا الحفل. شكرا لاصحاب المعالي والسعاده والحضور الكريم. في الملتقى باذن الله في مناسبات ساره مقبله.